السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى توصلوا بالفيديوهات الجديدة، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. اليوم سأقدم لكم وصفة لعلاج الروماتيزم والبرودة وآلام الظهر والركب، يعني الآلام المرتبطة بالمفاصل. لعمل الوصفة سنحتاج إلى الكافور البلدي. هذا هو الكافور البلدي، رائحته نفاذة، إذا تجدون تقتنونها عند العطار، تجدونها بهذا الشكل. هذا هو الكافور البلدي. سأحتاج منه نصف هذه الحبة فقط، ثم سأحتاج إلى نصف كأس من زيت الزيتون الطبيعي، وسأحتاج إلى ربع ملعقة من الزعتر، الزعتر الذي نستعمله في الطبخ. إذن لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة. إذن سأسخن العناصر في حمام مريم. إذن سأحتاج إلى إناءين، سأحتاج إلى إناء كبير وضعت به الماء أولا، وإلى إناء ثاني سأخلط فيه المكونات. سأضع أولا الزيت، يمكنكم مضاعفة الكمية إن أردتم، نصف كأس من زيت الزيتون الطبيعي. سأضيف إليه ربع ملعقة، ربع ملعقة من الزعتر، وسأخذ نصف كمية الكافور البلدي. أقوم بقسمها إلى نصفين، ثم سأضع نصف الكمية، لكن قبل ذلك سأقوم ببشرها حتى تذوب بسهولة لأنه يصعب تذويبه في الزيت. إذن سأقوم بحكها في المبشرة حتى يسهل ذوبانها في الزيت. كما تلاحظون قمت ببشرها حتى يسهل ذوبانها في الزيت. الآن سأقوم بوضعها على النار حتى تذوب بالكامل وتستخرج العناصر الفعالة في الزيت. إذن بما أننا قمنا بحك الكافور البلدي، يعني قمنا ببشره، فلن يتطلب الأمر الكثير حتى يذوب بسرعة، ما إن يسخن الماء في الإناء الأول حتى يذوب الكل. وكما تلاحظون هو تقريبا قد ذاب. بهذه الطريقة ستسهل عليكم أن يذوب بسرعة. ثم أيضا هناك ملاحظة بالنسبة للكافور البلدي، عندنا يباع نوعان من الكافور. هناك نوع يستعمل لحفظ الأغطية والملابس، ليس هو النوع المطلوب. إذا تطلبون من عند العطار أو تشترون النوع الخاص بعلاج الروماتيزم، هو معروف جدا عند العشابين والعطارين. إذا كما تلاحظون أزلته من فوق النار، تلاحظون كيف أصبح المزيج. سخن الزيت جيدا كما تلاحظ بهذا الشكل، يعني مدة ربع ساعة كافية حتى يسخن الكل، بحيث أننا قمنا ببشر الكافور البلدي مما سهل علينا الأمر. إذا هكذا ما إن تلاحظون أصبح منسابا بهذا الشكل، تعرفون أن يعني الكل قد ذاب وسخن جيدا. إذا بعد ذلك سأقوم بوضعه في كأس أو في إناء آخر أو في قارورة كما تريدون. إذن يترك هذا الزيت لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك تقومون بتصفيته والاحتفاظ بالزيت. هذا الزيت تضعونه على الأماكن التي تؤلمكم، سواء الركب، الظهر، الرقبة، يعني المفاصل عامة التي تؤلمكم تضعون عليه هذا الزيت، وتقومون بمساج خفيف أو بتدليك خفيف على هذه المناطق حتى يمتص الجلد الزيت. إذن تداومون على هذا المساج
يوميا، وستلاحظون نتائج رائعة، بحيث فعلا هذه الوصفة تعمل على تحفيز الدورة الدموية في هذه المناطق، وبالتالي يقل الألم والتورم. كذلك يجب الاحتياط من هبات البرد، يعني الباردة، ولتيارات الهواء البارد، لأنها تسبب فعلا في حدوث هذه الآلام. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم، وانشروها بينكم لتعم الفائدة. وإن أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.